حدث في أسبوع الثورة. الأربعاء 3 يوليو 2013، في مثل هذا اليوم من أسبوع الثورة أمطرت سماء ميدان التحرير فرحا، وانطلقت الزغاريد ابتهاجا بإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي خارطة للمستقبل تشمل تعطيل الدستور بشكل مؤقت واختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد. وناشدت القوات المسلحة جموع الشعب الالتزام بالتظاهر السلمي، محذرة من أنها ستتصدى بكل قوة لأي خروج عن السلمية. وأصدرت دار الإفتاء بيانا تحرم فيه إراقة الدماء. وفي ميدان رابعة نزلت الصدمة على رؤوس أعضاء الجماعة الإرهابية كالصاعقة، فرددوا هتافات هستيرية ضد القوات المسلحة. وفي المقابل أكدت القوى السياسية أن ثورة 30 يونيو تحقق أهداف ثورة 25 يناير، وهتفوا ساخرين: ياد الذل وياد العار، الإخوان عاملين ثوار. ونجحت السلطات الأمنية في إحباط هروب عدد من القيادات الإخوانية، وتعاون ضباط الجيش والشرطة، واختتم اليوم التاريخي بالدعوة لمليونية شعبية ترفع شعار رد الجنود للقوات المسلحة.